ألف مبروك ومجهودك متشاف يا هند واللي بتعمليه متشاف ويا رب كتير مننا نقدر نعمل زيك. جاية لأنه هي حبيبة لقلبي ومهم إن الناس اللي بيحبوها يبقوا واقفين معاها. فين خلينا بس السنة اللي فاتت يعني السنة ونص اللي فاتوا كنت مشغولة مع نادية عملت مسلسل لكن للأسف كان في ظروف ما تعرضش مسلسل أهل اسكندرية بالظبط. أتمنى إنه اللي جاي يبقى أحسن يا رب. في أي حاجة جديدة لسه ما فيش أكيد لسه مش أكيد يعني.